الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. شكرا لبوجانا، شكرا للحنجرة الذهبية، ما شاء الله تبارك الرحمن على ما قدم من إبداع وإمتاع للمشاهدين وللحاضرين. من هنا إذا أرحب بحضراتكم من جديد مع تواصل التحديات وتواصل الانطلاقات في هذا المساء الجميل من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة في أبو ظبي، ومع انطلاقات هجن أصحاب السمو الشيوخ. وفي هذا اليوم الذي خصصت فيه التحديات وفيه الانطلاقات هنا لسن الحيل والزمول 8 كيلومترات، أتابع الأسماء المنطلقة وأتابع الشعارات المندفعة في هذا الشوط بعدما أن شهدنا الإبداع والإمتاع من الشعار الحمر وشعار الخطر، شعار هجن الرئاسة الذي يقدم المستويات المطمئنة لكل محبي وجماهير هذا الشعار. الله الله، انطلق الشوط الثامن على بركة الله، وهو الشوط الثاني الذي خصص للزمول المهجنات هنالك 8 كيلومترات بانتظار الأسماء والشعارات المشاركة مقدمة الشوط. أتابع شاهين على المركز الأول، شاهين على الصدارة، هنا شعار هجن الرئاسة منطلقا على مقدمة الشوط. من يقدمه لنا البروفيسور في هذه اللحظات؟ محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. والمركز الثاني يتابع انطلاقة مليح على المركز الثاني في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ انهيان بن ذياب بن سيف آل انهيان والصادق فضل الأمين. من يتابعه على المركز الثاني؟ المركز الثالث يتابع في هذه الأثناء انطلاقة ووصول الشرس على المركز الثالث بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل انهيان والزعيم العيناوي. من يتابع محفوظ بن خميس الجنيبي، رابع المراكز ورابع التحديات، أتابع هملول من الجانب الآخر. من ينطلق بشعار سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم وسعيد بن سالم بالمر السبوسي على رابع المراكز، ولكن شاهين يختطف رابع الأسماء ورابع المراكز في هذه اللحظات بشعار هجن الرئاسة ينطلق، وهنالك يقدمه لنا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. من يقدم المستويات الكبيرة في هذا المساء؟ سادس المراكز، من يتسلل إلى خامس الأسماء في هذه اللحظات؟ وصل شاهين في هذه الأثناء ليتقدم شعار هجن الرئاسة ويتواصل المستحيل. بوذياب، من يقدم لنا شاهين في هذه الأثناء؟ يتسلل إلى خامس المراكز راشد بن محمد بسم المنصوري، وأتابع مشكور من وصل في هذه اللحظات بشعار هجن الرئاسة. ينطلق البارع ويقدم لنا مشكور في هذه الأثناء عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، يقدم لنا مشكور من تسلل في هذه اللحظات إلى المركز السادس. هنا وسابع المراكز، هناك من الجانب الآخر هملول، بينما ثامن المراكز أتابع شاهين. وصل شاهين في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد بر راشد النعيمي، وهنالك فايز بن غفان الجابري. من يقدمه لنا ثامنا؟ نتابع انطلاقة شاهين بشعار سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري. من يتابعه؟ بينما تاسعا في هذه اللحظات أتابع صوغان أيضا بنفس الشعار، شعار سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري. من يتابع؟ عاشر المراكز في هذه اللحظات، أتابع المنطلق وأتابع المندفع هنا في هذه الأثناء. صوغان على عاشر المراكز بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري. من يتابعه؟
هذا هو النداء الأول أيها المتابعون أيها المضمرون للعشرة المراكز الأولى ليتحول من جديد إلى المقدمة ليعود إلى الصدارة من جديد. هنا مع شاهين من ينطلق على أول الأسماء ويندفع على الصدارة هنا بشعار هجن الرياسة من يمتع المتابعين ويمتع الجماهير في هذا المساء الكبير في هذا المساء الجميل. ينطلق شاهين على أول المراكز هنا بشعار هجن الرياسة وينطلق معه من يقدم هذا الشعار بهذه المستويات محمود بن محمد بن سالم الوهيبي البروفيسور منطلقا مندفعا على صدارة الشوط. المركز الثاني أتابع الشرس على ثاني المراكز ينطلق في هذه اللحظات مع الشعار العيناوي شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان شعار كبير يقدم مستويات كبيرة ومميزة ولكن من الجانب الآخر تسلل في هذه اللحظات مليح انطلق إلى المقدمة في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين من يتابعه على مقدمة شوط. المركز الثاني أتابع شاهين شاهين إذن على ثاني المراكز في هذه اللحظات ينطلق بشعار هجن الرياسة شعار هجن الرياسة ينطلق على المركز الثاني في هذه الأثناء مع شاهين على مستوى ثاني المراكز وهنالك محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابعه ويقدمه في موقع المراقبة والملازمة. المركز الثالث الشرس وصل الشرس على المركز الثالث إيش بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وهنالك الزعيم العينان من يقدم محفوظ بن خميس الجنيبي بدأ يتحرك في هذه اللحظات المستحيل مقدما لنا شاهين هنا بشعار هجن الرياسة ينطلق في هذه الأثناء ويتسلل إلى ثالث المراكز. هنالك من يقدم بوذياب راشد بن محمد بالسم المنصوري وخامسا أتابع شاهين أيضا هو الآخر هنا بشعار هجن الرياسة ينطلق في هذه الأثناء مع محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الخامس. 3 كيلومترات هي ما تبقت من مسافة هذا الشوط وهنالك مشكور تسلل إلى سادس المراكز لينطلق بشعار هجن الرياسة لينطلق مع البارع ينطلق في هذه اللحظات مع مشكور عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي وسادسا من الجانب الآخر ينطلق هنالك هملول بشعار سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم وسعيد بن سالم بن المر السبوسي من يقدم لنا هملول بينما ثامنا أتابع شاهين هنا بشعار سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي على ثامن المراكز سهيل بن سالم بن سهيل العامري من يقدم وتاسعا انطلاقة شاهين ليصل في هذه اللحظات شعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي وصل راعي مصيحة من يتابع شاهين فايز بن غفان الجابري بينما عاشر الأسماء وعاشر التحديات ختاما للنداء الثاني ينطلق صوغان بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري من يتابعه. أعود من جديد مع بداية المنعطف الأخير منعطف الحقيقة اللي تظهر فيه الحقيقة وتبان فيه كل الحقائق. أعود ليتابع الأمور
مقدمة شوط شاهين على الصدارة، شاهين تسلل إلى مقدمة الأسماء، ينطلق في هذه اللحظات بشعار هجن الرياسة، ينطلق وذياب على مقدمة شوط وعلى المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الثاني شاهين أيضا هو الآخر بشعار هجن الرياسة. من يقدمه لنا؟ محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، وهنالك مليح مليح من الجانب الآخر ينطلق بشعار سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين. الأسماء بدأت تتحرك، الشعارات بدأت تنطلق في هذه اللحظات. وصل شاهين بشعار هجر الرياسة ويقدمه لنا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، المنعطف الأخير المنعطف الكبير، وهجر الرياسة على المقدمة على الصدارة مع المراكز الأولى شاهين وشاهين. والكيل الأخير في هذه اللحظات، وشاهين على مقدمة شوط، شعار هجن الرياسة ينطلق في هذه الأثناء. شاهين وشاهين وشاهين، المستحيل والبروفيسور اختلفت الأسماء، ولكن الناموس واحد والفوز واحد. وشاهين شاهين شاهين وشاهين وشاهين، وهجن الرياسة إلى الأمام دائما بإذن الله تعالى. تسلل شاهين في هذه الأثناء منطلقا بالشعار الحمر بالشعار الخطر مع الخمسمية متر الأخيرة، انطلق شاهين. يا سلام يا سلام، البروفيسور يواصل الإبداع يواصل الإمتاع مع النواميس مع الفوز، وعساها دائمة نواميسك يا البروفيسور. يا سلام يا سلام يا سلام، شاهين على المقدمة، شاهين مع الفوز، شاهين مع الانتصار. هجن الرياسة هجن الرياسة دائما وابدا بإذن الله إلى المنصات إلى الرموز. يا سلام يا سلام يا سلام، شاهين شاهين شاهين، تانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني أيضا، وصل شاهين على المركز الثاني هنا بشعار هجن الرياسة، أيضا من قدمها البروفيسور، بينما ثالثا حل هنالك شاهين بشعار هجن الرياسة، وكان هنالك المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري، ورابعا وصل مليح على المركز الرابع هنا بشعار سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين على رابع المراكز، بينما خامس المراكز هنالك أملول بشعار سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم وسعيد بن سالم بالمر السبوسي، من حل خامسا مع هملول. إذا شاهين ولحظات التوقيت الزمني هنا في هذه الأثناء 13 دقيقة 26 ثانية، 9 أجزاء من الثانية كانت لحظات وصول وفوز شاهين بالمركز الأول، بينما المركز الثاني تهاني والناموس لشعار هجر الرياسة، بينما ثاني المراكز حل ثانيا هنالك أيضا شاهين آخر بشعار هجر الرياسة، وكان البروفيسور محمود من قدم بهذا الأداء 13 دقيقة 32 ثانية 3 أجزاء من الثانية، بينما هنالك حل ثالثا في هذه اللحظات شاهين هو الآخر بشعار هجن الرياسة، وكان هنالك راشد بن محمد بسم المنصوري من حل على ثالث المراكز. هنالك أيضا شاهين، وهنا لحظات الوصول 13 دقيقة 33 ثانية 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة